قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفاليات بمناسبة الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز إصلاح وتأهيل جديدة في 10 من رمضان و15 مايو وإخميم الجديدة بسوهاجة، تم تشييدها وفقا لأعلى المقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة خلال فترة زمنية قياسية. جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورموز الفكر وعدد من الفنانين ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. استكمالا لما تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر من تحديث شامل على الصعيدين الإنشائي والتأهيلي، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل 10 من رمضان بالشرقية وأخميم الجديدة بسوهاج و15 مايو بالقاهرة، في احتفالية أقامتها الوزارة بمركز تأهيل وإصلاح 10 من رمضان، حضرها عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية وعدد من الفنانين والإعلاميين للاطلاع على التجربة الرائدة التي تعلي قيم ومفاهيم حقوق الإنسان. التطوير الذي تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر جاء بعد النجاح الكبير لتجربة إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي بدأ منذ أكثر من عام بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون. من خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية، نجاح برامج الإصلاح التي تم تطبيقها في تحقيق نتائج متميزة في إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى بمعدلات فاقت المتوقع لها، الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. وشهدت الاحتفالية إشادة من الحضور بنهج الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن هذه الإنجازات التي تحققت وفق على مستويات التقدم العلمي والتكنولوجي والصحي وخلال وقت قياسي ومواصفات عالمية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك النهج الرائد الذي تنتهجه الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نشهد افتتاحات لمراكز تأهيل وإصلاح تتفق والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، وهي أيضاً خطوة مهمة لتنفيذ الدستور المصري وترسيخاً لسياسة جديدة للعدالة الإصلاحية. These new facilities and the ones we inaugurate today are replacing old prisons which do not have the necessary infrastructure to offer rehabilitation and reintegration programs to inmates. The new facilities mirror a comprehensive approach based on providing a series of fundamental services to inmates, including comprehensive health services and rehabilitation programs. نحن سعداء بالطفرة النوعية التي تحققها وزارة الداخلية في مجال المعاملة العقابية للمحكوم عليهم، والتي تتفق مع الالتزامات الدستورية ومع معايير حقوق الإنسان ومع أفضل الممارسات والتجارب الدولية. هذا الصرح الكبير الذي نفتتحه اليوم ما هو إلا سلسلة من المؤسسات التي قامت الدولة بإنشائها وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكفل لنزلائها استثمار فترة عقوبتهم في التدريب والتأهيل. وقد تم اصطحاب الحضور في جولة بمركز الإصلاح والتأهيل 10 من رمضان لتفقد مرافقه ومنشآته الخدمية والتأهيلية، بدأتها بالمستشفى المزود بأحدث التقنيات لتوفير أفضل رعاية طبية للنزلاء التي تم إنشاؤها لتراعي أعلى المعايير المطبقة في مجال حقوق الإنسان. بعد توفير وتهيئة المكان المناسب تأتي النقلة المعنوية، التأهيل المهني والإصلاح النفسي، فهي مراكز إصلاح وتأهيل ليس مجرد أسماء، وإنما هي أسماء على واقع حقيقي في ظل جمهورية جديدة يتم فيها التحول إلى بناء أفضل للإنسان والوطن. النهاردة بنشوف داخل هذه المراكز
أعلى مستوى من المستشفيات اللي موجودة لعلاج النزلاء اللي موجودين، تأهلهم لسوق العمل من خلال التدريب على المهن المختلفة اللي موجودة. We see that the vision of Egypt as a country that is respecting the human rights and also the dignity of humanity of our religion. We are very impressed by not only the facilities that we see for the inmates, but also everything that is related to the health, everything that is related to the children, the women inmates. The tour that we are undertaking, I'm seeing modern equipment, modern buildings, and highly professionals who are giving us a brief. هذه الصورة من مراكز الإصلاح والتأهيل معبرة عن رؤية مختلفة ورؤية جديدة للدولة المصرية وللجمهورية الجديدة في التعامل مع الإنسان حتى في أشد حالات خروجه على القانون وتجاوزه للحدود. المراكز تعني في المقام الأول الحفاظ على كرامة النزيل، الحفاظ على آدمية النزيل، ودي نقلة نوعية غير مسبوقة في التعامل مع مراكز الاحتجاز في الدولة المصرية. يعني عمل عظيم الدولة بتقوم به، اهتمت بعمل جامع، اهتمت بعمل كنيسة في كل سجن، وده عمل عظيم جدا لأن الغرض هو إصلاح وتأهيل المسجون. الخدمة اللي بتقدم للأم الحامل داخل مركز التأهيل، الخدمة اللي بتقدم للأطفال من دور حضانة أو رعاية، الصحة مهمة جدا للأم النزيلة وصحتها وصحة طفلها كمان يعني في غاية من الأهمية. المنشآت وبرامج التأهيل داخل المركز تعكس مدى الاهتمام الذي توليه مصر لإعداد وتأهيل النزلاء ليتمكنوا بعد ذلك من الاندماج في المجتمع والبداية من جديد، معتمدين على ما تعلموه داخل هذه المراكز. في الحقيقة النموذج اللي احنا بنشوفه ده نموذج رائع جدا، يمكن يندر وجوده في عدد كبير جدا من الدول في العالم. مصر تعتبر رائدة في هذا المجال، وتم إنشاء هذا المركز على أحدث الوسائل العلمية. بعتقد ده بيدي مؤشر مهم جدا إيجابي على التطور المهم بيحصل في مصر بشكل أساسي في السنوات الأخيرة. Nous avons visité le centre de soins et le centre psychiatrique. C'est vraiment à la norme. C'est vraiment une bonne expérience. Il n'y a pas de mots pour vraiment qualifier ça. اطلع الحضور على المنظومة الإنتاجية التي يوفرها المركز لتوفير مصدر عمل ودخل للنزيل ولتلبية احتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل مع طرح المنتجات عبر منافذ مخصصة لذلك. This is my first time to see centers like this. I understood there are already three in Egypt and I was really impressed. This is something I've never seen really in my life, only maybe on TV. The way it is equipped, the way it is designed, the way inmates are treated here. كما شملت الجولة زيارة لمجمع المحاكم داخل المركز. مراكز الإصلاح ما بقتش مجرد مكان لاحتجاز النزيل، لكن أيضا بقى فيه محاكم ملاصقة لمركز الإصلاح، بحيث إن النزيل ما يبقاش فيه أي إرهاق عليه في نقله من مركز الاحتجاز إلى المحكمة. المحكمة مش داخل مركز الاحتجاز أو داخل مركز الإصلاح، المحكمة ملاصقة له في مكان منفصل وتتبع وزارة العدل. إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة يؤكد الرؤية المصرية في مجال حقوق الإنسان التي تواكب الجمهورية الجديدة بما يراعي كرامة المواطن وإنسانيته حتى لو كان يقضي عقوبة. افتتاح مراكز إصلاح وتأهيل جديدة هو تأكيد على نجاح منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، والتي تهدف في المقام الأول إلى إصلاح وتأهيل النزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. من مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.